فاجعة كبيرة وفقدنا إنسان عزيز وأخ. صلاح الدين الغماري نجم كورونا كيف كيلقبوه المغاربة، صحفي ومقدم النشرة الإخبارية الأشهر بالقناة الثانية. حبوه المغاربة وعرفوا الكبير والصغير، وشكل الكثيرين منهم ذاكرة الطفولة بقولته المأثورة نهاية النشرة إلى اللقاء. في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة كانت نهاية فعلا، نهاية مسيرة صحفي ومذيع باسم الساحة الإعلامية المغربية بتقديمه للنشرات والبرامج الإخبارية بأسلوب مميز وتمكن وفصاحة كيشهد له بها القريب والبعيد. صلاح الدين من مواليد سنة 1968 في مدينة مكناس، فين كبر وتربى وكمل تعليمه الثانوي، وفي القسم الثانوي تحديدا بدات كتبان عليه بوادر الاهتمام بمجال الصحافة، ولا مسؤول على جريدة الزهور الصادرة عن نفس الثانوية. أول تجربة مهنية في المجال كانت رفقة الخال ديالو بجريدة السفير المغربية ومكناس إكسبريس وهو ما كيتجاوزش سن 20. الغماري اختار التكوين الأكاديمي في المجال اللي كيعجبو، الصحافة السمعية البصرية، ومشى لروسيا باش يكمل الدراسات العليا ديالو في نفس المجال. روسيا هاد البلاد اللي علمت حياة صلاح الدين على جميع الأصعدة، فمنحاته بداية مهنية فعلية في قناة الرابعة الروسية، وحب أسطوري لشركة حياة روسية قررت تخلي كل شيء على قبله وتجي تسافر معه المغرب. سنة 2000 التحق الغماري بالقناة الثانية دوزيم وتحديدا بالقسم السياسي وبدأ بتقديم الأخبار، فكان من المذيعين المتميزين والمحسوبين على رؤوس الأصابع. تغطيته لأحداث زلزال حسيمة سنة 2004 كانت علامة فارقة في مساره المهني، فقربات الجمهور أكثر وعرفتهم الجانب الإنساني ديالو بعيد عن البلاتو عن الكاميرات. خلال أزمة كورونا المغاربة زادوا حبوه وتقربوا منه، فكان مؤنس ونصح لهم من خلال برنامج أسئلة كورونا، وكانت عفويته وأسلوبه في التقديم حديث السوشيال ميديا والجمهور، بل واكتسب نجومية كاسحة خلت الجميع يعتبروا رجل المرحلة بامتياز. صلاح كان متحمس بزاف وفرحان للانطلاقة الجديدة لقناة عين السبع، واللي كان كيحضر البرنامج الجديد صوتكم اللي بغى يوصل به صوت المغاربة، إلا أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم غيفقدوا المغاربة صوت صحفي وإعلامي سيظل خالدا في أسماعهم وحاضر في أذهانهم إلى الأبد.